ولعبت يا زهر واتبدلت الاحوال وركبت اولا الزهر لعب يا علولي. قولي لي بقى ايه هو انت عايزه تبقي صحفيه؟ الحلم من احلامي وانا هحقق لك احلامك، بس خلي بالك انا باخد عدد ساعات طويله قوي في التدريب، ودي محتاجه تدريب، دي خبره. ومين قال لك انها خبره؟ يا علولي لو مش دي اللي خبره مين اللي هتبقى خبرة؟ دي قالولي ايوه انت متجوز؟ لا ليه السيرة الزبالة دي؟ كنت متجوز بس خلاص بقيت انسان. قولي لي انت بقى ايه؟ انت متجوزة؟ طب وليه السؤال؟ عايز اعرف يعني متجوزة ولا مقضيها سفالة؟ طب اللي قولي يا علي هو انت هتعيني بسرعة ولا بتتأخر؟ لا بتأخر. وانا بقى يا بيبي هتعين امتى؟ لا انت هعينك في وزارة الثقافة. خلوا بالكم ده الاستاذ، بس لازم تسخنوه شوية. سخنوه شوية عشان انا عايز اسخن. يلا يا بيبي يلا بينا. انا ولعبت يا زهر واتبدلت الاحوال وركبت اول موجة في سكة الاموال ضحكت له في سؤال كسر بششتي ساعتها دواني جيت الحال عايز صحي انا وسيم ولو مال وجنبه بالمحن واكون واكون بالوده بتعمل بالوده يا علولي يا ولية يا استاذه يا مدام يا حاجة بس عشان انت عارف ان وعيني مظبوطة ولازم امشي بسرعة ها بسرعة طب انا علي بتاع جورنال انا علي بتاع علولي الصاحب ليه عند صاحبه ثلاث حاجات دي مش من ضمنهم خد دي هتفيدك طب دي طب اعمل بيها طب خد طب احطها فين دي ولا اعمل انت يا حاجة الله يخرب بيتك ايه رأيك يا بيبي عجبتك عجبتني لوحدينا عجبتني في ايه الله يخرب بيتك يا بيبي ده انا عملتها على روحي يا بنت الكلب يلعن ابوك يلا يا بنت الكلب ده ايه الكوميا دي؟ بص بقى انا عايزك تطوق لي الفطيره بالجمبري كاليماري حط كاليماري على قد ما تقدر حط لي 2 كيلو كاليماري في الفطيره جبنه لا 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 بلاش جبنه الجبنه ما بتسدش ركز على السي فود طب لك فطيره معايا مش جعان ورب المعبود انت راجل عايش لوحدك وتستحق الاحسان والشفقه والجود ليه يا عم الحاج وانا من مصابين الحرب بص يا أسامة الفطيرة دي مش عادية دي فطيرة لمصر يلا سلام مطلوب لك معايا حاجة تعيش لوحدك وعازب من غير ست عين طز في الجواز طزين في الجواز بس مش طزين في أكل الجواز طب ما تروح البيت وتلاقي المدام حطلك طاجن العكاوي على السفرة شوية جوزة الطيب كده من فوقيهم طاجن عمال يبقلل كده يا نهار اسود دي حاجه تتعوض يا راجل ما انا بطلب دليفري زيك كده بالظبط لا لا حبيبي لا ما تقارنش نفسك بيا انا عمود الاكل بيجي لي كل يوم من البيت طازه انا طالب فاست فود بس النهارده عشان مطبق ورديه طب سيبك من موضوع الاكل دلوقتي وقول لي عملت ايه في اللي طلبته منك الراجل بتاعك ده لسه بعمل عنه تحريات كل ده بتعمل تحريات يا حسين ايه علي ده راجل تقيل رئيس حزب معارضة كبير عنده فنادق وعقارات واراضي مش بيستاهل كده طب ما سالتوش من اين لك هذا واساله انا السؤال ده ليه ده مش اختصاصي انما انا اجيبه من قفاه لو لقيته بيعمل حاجه مخالفه للقانون انت لو شفت العربيه اللي راكبها هتتاكد انه مخالف للقانون وفاسد كمان بص يا علم لو كل واحد راكب عربية آخر موديل وفخمة وقلنا عليه فاسد ومخالف للقانون البلد كلها تبقى محبوسة لا يا شيخ والموزعة تيجي نطلب بسبوسة حاضر يا عم أنا تحت أمرك هجيب لماما أحسن شقة وهجيب لها أحلى شبكة وأدفع لها أغلى مهر بص إحنا ولا يهمنا ولا الشبكة ولا المهر احنا بنشتري راجل ربنا يخليك يا حبيبي بس اوعى تفتكر انك انت بتشتري ماما ها
سوري، في ايه؟ لم نفسك. حبيبي الراجل يعني عايز يشتري محبتكم. والله يا طنط. يا ايه؟ يا طنط. طنط ده ايه يا حبيبي؟ طنط ده ايه؟ اتجننت ولا ايه؟ قصدي حمات يعني. حمات مين؟ الله، ايه المصيبة دي؟ لا، احب اعرفك برجاء جارتي وصاحبتي يا باسل. هو ما حدش قالك ان مامتها ماتت؟ لا والله يا طنط، انا اسف يعني. الفاتحه بقى. فاتحه ايه؟ بقول لك ماتت من زمان. بص، كلمنا راجل لراجل. اتفضل يا اخوي. انت ولا هتكون اول خطيب ولا اخر خطيب. ازاي؟ بص، قصدي العرسان كتيره جدا زي كتب المدرسه كده، وكلهم بيدفعوا اكتر من التاني، وانا مضطر اعمل مزاد. ولد ايه سولي يا حبيبي؟ معقول عايز تبيع مامي في مزاد؟ لا، طالما هو شريكي يبقى لازم يفهم الوضع كويس، وانا عايز اعلى سعر. كده انا فهمت، انا مستعد اشتري وباغلى سعر وبالدولار كمان. لا لا، دولار ايه بقى؟ معلش، يورو بقى عشان اعلى في السوق. دولار ايه ويورو ايه يا باسل؟ بتعوم على عومه. انتوا بتبيعوا وتشتروا فيا. بص يا ابني، انا مامي عامله زي الذهب، بتعمل فول ميك اب لنفسها في ربع ساعه. انا مستعد اجيب لها طقم ماكيرات مخصوص ما يهمش الشكل، وهي احسن واحده تطبخ في العالم. هجيب لها طقم طباخين تحفه ومخصوص ليها بس، وما يهمنيش الاكل. وتقريبا كده تقريبا يعني ما عرفتش اي راجل في حياتها غير بابي. ايه تقريبا دي؟ ايه تقريبا دي يا سولي؟ ولسه بتحبه؟ ما حصلش. بص يا ابني، انا على طول مامي بتحب كل الرجاله تجري وراها علشان بابي يغير عليها، واي حد يجي جنبها يديله بالجزمه. بالجزمه؟ يا ابني، انا فعلا بجري وراها دلوقتي، بس باباك مش جوزها عشان دلوقتي يغير عليها او يعترض او كده يعني. فاكر بقى يا سولي زميل مامي في الشغل لما كان بيعاكسها وبابي جاب له عاهه مستديمه؟ ايوه. وفاكره الولد اللي كان بيمثل وخلاه يبطل يمثل؟ ايوه، علشان غير له ملامح وشه. ولا بقى يا سولي جارنا المحامي لما دخل في غيبوبه، يا عيني لما قال لمامي صباح الخير صباح الخير يا انور. ده غير الناس اللي موتهم كتير. ايه ده؟ الكلام ده كله كذب على فكره. هو انا كنت متجوزه علي الطيب ولا علي الزيبق؟ ايه يا رجاء، ما تقولي حاجه مش صح؟ لا طبعا طبعا صح. امال ايه؟ والا بقى كان علي زمانه دلوقتي يعني متشعلق في المشنقه او قاعد على الكرسي الكهربائي. لا، ما هو بابي بيعمل الجريمه كامله. هيقتلك وهيتويك. في ايه؟ وهيداري جثتك. في ايه؟ محدش هيعرف هي فين. بقول لكم ايه؟ انا غلطانه ان انا اعتمدت عليكم انتوا الاثنين. اتفضلوا قوموا على اوضكم. اتفضلوا. يلا. تصدق انت صعبان عليا؟ يلا يا اخوي. انا معاك. معلش بقى يا باسل، الاطفال انت عارف، بس انت تقدر يعني تطلبني من جوكو. حاضر. وانا تحت امرك، بس انا عندي اقتراح بسيط ويا ريت يعني تقبله. نخلي المهر بعد اذنك بالدينار الكويتي، سعره عالي قوي. حاضر. ايه، موافق؟ موافق. ايه والله ما قصرت.